مجددا يمدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام في لبنان يونيفيل لمدة عام بعد تصويت 13 دولة من أعضاء المجلس بالموافقة وامتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت. القرار كان قد واجه صعوبات أجلت التصويت عليه الأربعاء، بينما أعربت مندوبة لبنان عن أسفها بسبب عدم استجابة المجلس لمطالب بلدها بضرورة تقييد حركة قوات بعثة اليونيفيل إلى لبنان بمرافقة الجيش اللبناني، مؤكدة أن حركة القوة الأممية يجب أن تكون وفق ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات ومن أجل الاطلاع على مهامها. بينما وصفت لغة الصيغة في قرار التمديد لليونيفيل بأنها تشبه إلى حد كبير القرارات المعتمدة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي وفق المندوبة اللبنانية إلى حدوث مشكلة بين اليونيفيل وبين فئة من اللبنانيين. نشاطات ميليشيا حزب الله في الجنوب اللبناني وكذلك حالة الانفلات الأمني التي شهدتها المنطقة مؤخرا لا سيما في مخيم عين الحلوة كان محفزا لمجلس الأمن الدولي ليرفض الطلب اللبناني بتقييد حركة قوات اليونيفيل بحسب ما يراه محللون، إذ ينظر إلى لبنان كدولة فاشلة لا تستطيع فرض سلطة القانون على أرضها، الأمر الذي تستثمره ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران لتنفيذ أهداف نظام طهران على الأرض اللبنانية دون النظر إلى مصالح الشعب اللبناني. وبحسب المحللين فإن قرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لقوات اليونيفيل عكس واقع غياب الدولة إلى حد كبير في لبنان لصالح تغول نفوذ ميليشيا حزب الله وداعميها سواء في الداخل اللبناني أو في إيران، ما يعني أن كيان الدولة في لبنان بالنسبة للمجتمع الدولي بات على حافة الهاوية.